أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وآله. بعد، قال المرادي رحمه الله تعالى، اسمه كنيته أبو علي، اسمه الحسن بن قاسم المرادي، ولقبه تعليقات على كتاب التوحيد، ذكر الشيخ صالح، ذكر أبيات المرادي، ثم ذكروا كنيته محمد. هل ننظر ابن أم قاسم؟ هذا لقبه، هذا لقبه. طيب انظر معي صفحتها ستة. نعم ستة. طيب، قال أما المرادي فهو بدر الدين، هذا لقب الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي، يرجع نسبه إلى قبيلة مراد، وكان موطن رهطه في القرن السابع في أسفي على ساحل الأطلنطي بالمغرب. ثم رحلت جدته أم قاسم، جدته أم أبيه زهراء المشهورة بأم قاسم إلى مصر، وعرفت فيها بالشيخة. طيب، قال وفي مصر ولد الحسن ونسب إلى جدته، قيل ابن أم قاسم، وقد أخذ العلوم الإسلامية وعلوم العربية عن كثير من رجال ذلك العصر. طيب، ماذا ذكره كنية؟ كان الذي أذكره كان ثوب علي حتى. ماذا ذكر الله؟ في الحاشية ذكر مرت بي وكنت في نفس اليوم الذي سمعت الكنية. في أي حاشية؟ في كتاب يعني التمهيد، على كتاب التوحيد للشيخ صالح على الشيخ، ذكر المرادي أن الحاشية ذكر ترجمته. أمر جميل، إذا هذا نقولها لنا وأعطينا المرجع من أجل نصحح. إذا كان كنيته غير هذا صحيح. نعم. قال وأما زائلة فلا أربعة أقسام. الأول أن تكون زائلة لمجرد التوكيد، وهي التي دخولها في الكلام كخروجها. نعم، فبما رحمة من الله وعما قليل. وهذه نقول في القرآن صلة وماذا؟ صلة توكيد. وإما خطأ وإما خطيئاتهم. عندنا وإما خطاياهم، هذه قراءة لكن قرأت إيش الشاهد إيش هو مما خطيئاتهم. قال وإما تخافن. وإذا ما أنزل سورة وزيادتها بعد إن الشرطية، وإذا كثيرة بعد إن الشرطية وإذا كثيرة. طيب، هذا المشهور، هذا المشهور، والقاعدة العامة أن ما بعد أدوات الشرط زائدة، ما بعد أدوات الشرط ما هي زائدة، سواء إن أو إذا، ما بعد أدوات الشرط زائدة، زائدة إن وجدت فهي زائدة. قد يكون وجودها يعني لازم أو غير لازم أو جائز. قال ثانيا أن تكون كافة، وهي التي تقوى بعد إن وأخواتها، نحو إنما الله إله واحد، وبعد ربا، وكاف التشبيه في الأكثر.
وذكر ابن مالك أنها قد تكف الباء وتحدث فيها معنى التقليل. وقد جاءت ماء الكافة أيضا بعد قل إذا أريد بها النفي، نحو قل ما يقول ذلك أحد، بعد إن أخواتها وبعد ربا وبعد الباء وبعد الأفعال المتصلة بما قلما وطالما وكثرما. كل فعل اتصل بما فهي كافة زائدة، كل فعل اتصل بما. وأشهر هذه الأفعال المتصلة بما ثلاثة: طالما وقلما وكثرما. هذه فائدة، طالما وقلما وكثرما، هذا الأشهر. وإلا كل فعل يتصل بما فهي كافة. قال أثاها أن تكون عوضا، وهي ضربان: عوض عن فعل وعوض من الاسم. فالأول عوضا عن فعل أي وهو كان، وهو كان، وعوض من الإضافة سيأتي. قال فالأول كقولهم: أما أنت منطلقا انطلقت. ما معنى أما أنت منطلقا انطلقت؟ لئن كنت منطلقا انطلقت، لئن كنت منطلقا انطلقت. قال والأصل لئن كنت منطلقا انطلقت، فحذفت لام التعليل. عوض قال وحذفت كان، فانفصل الضمير. ما هو الذي انفصل؟ التاء من كنت عاد إلى كلمة أنت. قال انفصل الضمير المتصل بها لحذف عامله: إما أنت، لحذف عامله وهو كان. وجيء بما، بما ما هي؟ ما العوض. وجيء بما عوضا من كان. قال والثاني كقولهم: حيثما وإذما الشرطيتين. قالوا حيثما وإذما الشرطيتين. قال فما فيهما عوض عن عوض من الإضافة. ما معنى من الإضافة؟ ما معنى عوض من الإضافة؟ من الذي سيفهم لي معنى كلام المراد من؟ من هنا بمعنى إيش؟ بدل. يا أخي داهي المرادي يطبق القواعد على كلامي. قال فما فيهما عوض من الإضافة. ما معنى عوض من الإضافة؟ يعني بدل. قال لأنهما قصد الجزم بهما، لأنهما قصد الجزم بهما قطعا عن الإضافة. وجيء بما عوض عوضا منها، وجعل بعضهم ما في قول امرئ القيس: ولا سيما يوما بدارة قلقلي. عوضا عن الإضافة، ونصب يوما على التمييز. قال الرابع أن تكون منبهة على وصف لائق. قال ابن السيد: وهي ثلاثة أقسام: قسم للتعظيم والتهويل، كقول الشاعر: عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود. لأمر ما تعظيم، يعني أمر ليس بسهل. وقسم يراد به التحقير، كقولك لمن سمعته: يا يفخر بما أعطاه، ماذا تقول له؟ وهل أعطيت إلا عطية ما، وهل أعطيت إلا عطية ما، يعني شيء حقير من العطايا. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى غيرك وفضله بكثير من الأمور، فلما الفخر ولما التعاظم؟ قال وقسم لا يراد به تعظيم ولا تحقير، ولكن يراد به التنميع، كقولك: ضربته ضربا ما.
ضربته ضرب بماء، أي نوعا من الضرب. قلت وذهب القوم، وذهب قوم إلى أن ما في ذلك كله، في ذلك كله اسم وهي صفة بنفسها. قال ابن مالك المشهور أنها حرف زائد منبهة على وصف لائق بالمحل. معنى لائق مناسب. قال وهو أولى لأن زيادة ما عوضا عن محذوه ثابت في كلامهم وليس في كلامهم نكرة موصوف بها جامدة كجمود ماء إلا وهي مرادفة، إلا وهي مردفة بمكمل، إلا وهي مردفة بمكمل. ما معنى مردفة؟ متبعة. قال إلا وهي مردفة بمكمل كقولهم مرت برجل أي رجل. قال وزيد في أقسام الزائدة قسمين آخرين. هذا درس غد بإذن الله. أو بقي شيء بسيط، شيء قليل نكمله. قال وزيد في ننتهي من ماء زائد هذا. قال وزيد في أقسام الزائدة قسمين آخرين، أحدها أن تكون مهيئة وهي الكافة لإن وخاتها ولربا إذا وليها الفعل نحو إنما يخشى الله من عباده العلماء، وربما يود الذين كفروا، وربما يود الذين كفروا ربما. قال فما في ذلك مهيئة لأنها هيئت هذه الألفاظ دخولها على الفعل ولم تكن قبل ذلك صالحة للدخول عليها لأنها من خواص الاسم. قال والتحقيق أن المهيئة نوع من أنواع الكافة، فكل مهيئة كافة ولا ينعكس، ولا ينعكس. قال والآخر أن تكون مسلطة، ذكر هذا القسم أبو محمد بن السين. قال وهي ضد الكافة، وهي التي تلحق حيث وإذ، فيجب لهما بها العمل. قلت وقد تقدم أن ما في حيثما وإذ ما عوض عن الإضافة، ولما كان لحاقها لحيث وإذ شرطا في الجسم بهما سماها مسلطة. وقد كثر ابن السيد بقال ابن السيد أقسام ما فذكر لها 32 قسما بأقسام الإسمية. أيش معنى بأقسام الإسمية؟ مع هذا الباب معنى، مع اكتب عليها معنى، مع هذا تنبيه جميل. قال وذكر في تلك الأقسام ما لا تحقيق في ذكره فلذلك أضربت عنه. وأما ما الإسمية فلها 7 أقسام. هذا درس غد. جزاكم الله خيراً.